السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ انا عملت الغدا بتاعي اهو، طلعته من لحمة الحواوشي اللي انا عملتها. يعني اللي هيشوف الفيديو بتاع الحواوشي هيعرف ان انا عملتها ازاي، تبلتها زي اللحمة، جزء الحواوشي وجزء عملته الكفتة. يلا بينا نشوف انا عملتها ازاي وبكل سهولة ودايت خالص. الفيديو اللي فات كان فوقت شوية لحمة اهي بتاعت الحواوشي، هحط عليها حبة زيت زيتون كده، حاجة بسيطة لانها دي طبعا قليلة الدسم، وهصبحها عشان احطها في الفرن. هعملها بقى كده اهي بالشكل ده، اهي كده بصوا بقلبها كده وبعملها ده اللي اللي فايده من لحمة الحواوشي. فقلت باخد منها ليا انا بقى، يعني هما عايزين اكل اعمل انا ليا اكل تاني. ممكن تعمليها على الجريل بس انا هحطها في الفرن. بصوا اهي بصوا بقى كده تاني اهي، لا طعمها حلو قوي قوي. يعني انا دلوقتي عملت لحم نص كيلو ده، قطعت عليه بشرت البصلايه وبشرت وقطعت الفلفل حتت صغيره، عملت 3 تغليفه حلوين حواوشي، وادي كفته هيطلع كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. والصراحة أنا جايبة اللحمة دي من عند جزار عندنا، اللي هي ب200 جنيه كيلو. لو أنت عايزة تجيبي الجملي ممكن تجيبي الجملي، عايزة تجيبي أي نوع لحمة مفرومة شغالة برضو. أنا عشان الجزار ده أنا واخدة عليه من سنين إن أنا باكل لحمه، بجيب اللحمه من عنده، فبصراحه لما بقول له حط لي حته حمراء وفرمها بيعمل كده، وساعات في بيخمه يحط دهون، فانت ممكن تجيب البوفتيك وتفرميه عندك في الكب. يلا نشوف بقى الخطوه اللي بعدها، سهله خالص، هحطها بقى في القالب واحطها في الفرن. جبت الطبق البايركس اهو، وهحط بقى الكفته اللي انا صبعتها دي كده اهو، هرصها اهي، وبعد كده هحطها فين؟ في الفرن. لما تستوي بقى هطلعها واوريها لكم. اوكي طلعتها من الفرن وبقت بالشكل ده، انا حبيت احمصها شوية، ايه رأيكم؟ اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في اكلة جديدة في فيديو جديد ان شاء الله.